خليني أقول القصة. طيب يعني الحمد لله الله بلغنا هذا الشهر الفضيل، ودائما في الأيام الأخيرة يعني على قد ما رمضان يبدأ شوي صعب إلا نتعود عليه، ويصعب علينا توديع هذا الشهر الفضيل. عموما يعني في ليلة القدر دائما اللي نقدر دائما نقول إنها أفضل يوم في شهر رمضان، ليلة القدر، دائما نستشعر بهذه الليلة وفي هذه الأيام دائما نحاول أنه إحنا نكثف الدعاء ونلجأ إلى الله في كثير من أمورنا، ونتمنى من القلب أنه الله يبلغ كل سائل سؤله، ولعل أنه الله طبعا يجعلنا من المغفورين في هذا الشهر الفضيل، وأيضا من المعتوقين من النار. شوف ضحى، الله يعني يبلغك. والله العظيم يا جماعة مناكي. حطيت شوية زعفران، مو طبيعية الريحة. الحين نحط البصل مقلي. أمسك راسي أنا وأول يلا ولا سمي سمي يلا أسوي. ها إيش أسوي رف عمري؟ لا لا، ليلة القدر شف ضحى، هذه الأيام اللي أنا من قلبي أدعي لك فيها، يا الله يبلغك يا شغلك، الله يا كريم، يا بعد عمري أمانيكي، يا بعد عمري وروحي، وأشوفك دائما في أفضل الحالات. يا رب يا رب جميعا يا رب. قولي لي إيش هي عاداتك في هذا اليوم؟ عادات الواحد دائما يستشعر بصراحة، يكون معتكف على نفسه أكثر، والختمة ختمة القرآن. أيوة. صحيح، يدعي لنفسه، يدعي للناس اللي وعياله بالصلاح إن شاء الله والهداية. آمين. يا رب. آمين. عيالنا وعيال الجميع. آمين. يا ربي أنا صرت والله. آمين. العظيم لما أدعي أدعي لكل الكرة الأرضية، لأن إحنا على كرة أرضية واحدة. طيب والله أدعي للجميع، الكرة أرضية، كذلك كل الناس، كل الناس يا رب، والمسلمين يعني كل الناس يا رب، كل الناس في أحسن حال يا رب، وتهدي الجميع كلنا. أيه. يهدينا إحنا أو يعني أول. صح. ناس يهدي أنفسنا. أيوة صحيح والله. صادقة. شوف ضحى، الواحد يدعي لنفسه ويدعي لمن يحب. في ليلة القدر تحديدا. أيه. اللي سبحان الله، الله ما حدد أي يوم، لكن أعطى إشارات متى تكون ليلة القدر وإيش هي يعني مواصفات هذه الليلة، اجتهادا منا للدعاء أكثر وتقربنا إلى الله أكثر. وبنعرف أنه ليلة القدر خير من ألف شهر، والدعاء فيه مستجاب وأبواب السماء مفتوحة. ويعني دائما يعني نحاول أنه إحنا نذكر بعض ونذكر اللي نحبهم. بعدين لا تستحون يعني، انا دائما اقول لهم يعني اطلب من ربك اللي تبي، اطلب من ربك اللي تبي. والله العظيم من قريباتي كنت دائما اتكلم انه انت ايش تدعي يعني ايش خير الدعاء، فكانت هي انا كنت اقول لها انه اسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، هذا خير الدعاء. فكانت تقول لي انا ادعي انه يا رب انحف. قلت لها صادقه؟ في ليله القدر تقول لي ايه، ادعي اي شيء نفسي فيه انه يا رب انحف، وانا احس ان عرفتي. فاي شيء على فكره، ترى الدعاء يا جماعه دائما نقرا ادعيه او نبحث عن ادعيه تكون منمقه كذا فيها كلمات، لكن الدعاء من القلب ما يحتاج انه يكون منمق ونستعمل كلمات فيها فصاحه لغويه. لا 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 لا، ادعي اللي تبيه، هي كلمه من قلبك الى الله مباشره، لا يحتاج لها لا وسيط ولا اي شيء اخر غير صفاء النيه واللجوء الى الله.